تفضلي فاطمة. والسؤال لكم أيها اللجنة. أحييك يا فاطمة الزهراء. مرحبا. سؤالي بسيط جدا. أنت قارئة وحتما تعرفين الشيء الكثير عما يفتقده أولئك الذين لا يقرؤون، فما هي النصيحة التي توجهينها لهم؟ ما الذي يفتقدونه؟ شكرا. لديك دقيقة واحدة. الكتب أصداف الحكم تنشق عن جواهر الشيم، فما أجدرنا شباب العرب بالتعبد في معتكف المفكرين المكتبات. نصيحتي بالتدرج في صعوبة المقروء واختيار كتب تتحدى ولا تعجز. نصيحتي بتذوق مختلف الأطباق الثقافية، بالتفكير فيما نقرأ، فالقراءة بداية التفكير والتفكير نهاية كل ضعف وأفول. القراءة مجدافنا نحو جزيرة التسامح وقبول الاختلاف، إذ بالقراءة نعثر على الإنسان داخل كل إنسان. نحن ما نقرأ، علينا بالقراءة، لأن القراءة تلقننا فن الإنصات، حتى أن القارئ يرجو هبوب كل ثقافات الأرض قرب بابه بكل حرية، رافضاً أن ينقلب من جراء رياحها العاتية. القراءة حلية الأذهان ورواء كل ظمآن، فلنقبل عليها شباب العرب. شكراً لك فاطمة الزهراء أخيار من المغرب.